السلام عليكم ورحمة الله، معكم طارق ورجعت لكم فيديو جديد عن لعبة كلاش روال. يا اخوان، اريد اقول لكم انا اليوم سويت القبيلة ولا الكلان اللي حايب يدخلها اهلا وسهلا فيه، واللي يدخلها احبه من قلبي. شكرا لكل اللي دخلها. هنلعب جيمين مع بعض، وخليكم معانا ويلا بنا. ونقول بسم الله. نشوف نلعب ضد مين. هنلعب ضد قولي 4 تها. تمام، هذا التحديث شو رأيكم؟ اكتبوا لي في التعليقات. هلعب هذا من ورا عن هذا من هون الهيكل العظمي. شو بيلعب هذا؟ شوف. تمام، هلعب هذا هون وبإيدي الفريز. دبل برينس يمكن مع الجاينت، يعني العملاق قصدي. هذا هون. تمام، كان دفاع جميل وأخذنا دمج كتير كبير، فيمكن يكون أخاف يغادر، أخاف. تمام، هلعب هذا من هون عشان لايتنينج، وإن شاء الله ما يلمسه. لا تمام، بس ما أعرف ليش ما عملت الفريز. راح ألعب هذا هون. تمام، هذا هون. تمام، حلوة. أخذ دمج بالطرفين، قلت لكم أخاف يغادر. هلعب أسهم في يوزوال برينس. لهذا ما لعبت السكيلتون. هنشوف. تمام، إذا لعب لي الجولم يكون حلوة، بس ما لعب. هلعب هذا هون. حلوة. تمام، مو تمام. وألعب هذا هون. حلوة. وبإيده الميجا منيون. هلعب مخفافش معاه. حلو، تجميد، أحلى تجميد. وصرف ال هذا من هون. وأول جيم جي جي ويل بلاي يا حبيبي. هرجع لكم، هندخل جيم ثاني وآخر جيم إن شاء الله ضد الكيرفو إرجي. تمام، هنشوف كيرفو شو راح يلعبنا. تمام، الساحر من ورا. ونلعب الجاد. يلعب ال اشتا المسا. حرامات، أخذ دمج كتير كبير. هنلعب هون خفافيش. ما عرفت، عرفت هاي سلر. الجيم شكله خسارة ما ولا الفوز. إذا نلعب تمام بشكل حلوة، هو صار في الجدة، يمكن نفوز. هذا من ورا بإيده الفيشرمان، ولعب لي هذا. يمكن لعب غلط لأنه ما أعرف معايا المقبرة. راح ألعب هيك. هيك لا يا أخ.
هذا فيها فائدة الالكترو هيك. تمام، يلعب لي جاينت، يعني البطء ملكي، شو اسمه، نقول ار جي ال. هنلعب ضد صيني ولا ياباني؟ تاع كيوف هنلعب. الساحر كهربائي من هون. تمام. الأمير زغا من ورا. لسه ما أعرف شو راح يلعب، تشكيلته غريبة. ما تمام، الأمير من ورا، يمكن نلعب ميجا نايت ونهجم. لا مو لسه، هذا من هون. حلو، يلا حلو، هاي لعب لي البومبا. تمام، ها تمام، أعتقد الفالكري ما يكفي، ما يكفي وزايد كمان. شو زايد؟ تمام، بيجوا المفجران. إذا لعب لي هو، هنلعب هيك هيك، لازم. تمام، أخذ دمج. الانفيرنو، برج التاور، لا قصدي البرج، لا لا التاور الفيرنو، وراح تكون عنيفة. نلعب أمير ونعمل بريدكشن. تمام، هذا من ورا ونعمل أسهم. تمام حلو، والأمير ظلام من ورا. زاب غلط، لعبناها. ايش ده فاير. تمام، هلعب هذا هون هيك. حلوة، دافعنا بشكل جيد، ولكن راح يلعب هون السكيلتون. الأمير من هون، هيك وهيك. يلا آخر ثواني، هنلعب هذا من هون، والزاب بإيدنا. زاب من هون، تمام، يلا قفزك. حلوة، هذا من هون هيك. تمام، ما كان دفاع بشكل جيد، لكن دافعنا بأي شكل. بإيده معه الفاير، ما هذا من هون. هيك، يلا 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 يلا. تمام حلو، لعب لي هناك هذا هيك. حلوة، يلا يلا هيك وهيك. يلا بس شوف طرف تاني. والله عم اركز على السبيلات، بس فزنا. تمام الحمد لله، يعني جبناها 30 كؤوس بهذا المقطع. كان لازم نجيب 90، بس جبنا 30 عادي. وفيديوهات جاي إن شاء الله راح تكون أحسن وأحلى، و
ادخلوا بكلان هذه ان شاء الله بيكون احلى كلان في لعبة كلاش. وهون في كلان تاني ادخلوها كمان اذا اللي يريد يدخلها بدالي، كلان حلوة فيها ناس طيبين، فيها 3230 الكؤوس قبيلة، فكلام حلوة بس واحد كان يقدر يدخلها. تمام، وهذا كان نهاية فيديو شباب، سووا لي لايك واشتراك في القناة، يمكن وصلوني إلى 1000 مشترك بسرعة. وشكرا لك اللي سوى لي لايك واشتراك في القناة، ومع السلامة. مع السلامة.